السلام عليكم. هل قيمة الإنسان تنبع من الداخل؟ أم الإنسان يستمد قيمته من الخارج؟ إذا كنت تحتاج سيارة فارهة وقصر لباس جميل وغذاء جميل ليعطيك القيمة، فأنا في اعتقادي أنه هناك مشكلة. أتصور أنه بيكون الأمر بالعكس تماما، أنه أنت تشعر بقيمة داخلية في كل الأحوال. في بعض الأحيان أنت تعطي قيمة للأشياء التي حولك، وهذا طبعا نلاحظه في الناس الناجحين، أنه بغض النظر عن ما يركبون وأين يعيشون وما يلبسون، القيمة موجودة وهم يعطون القيمة لما حولهم. تتحس بقيمة داخلية، هذا مشروط بأن تبذل جهد وتعمل على نفسك ليل نهار حتى تحصل على هذه الطمأنينة الداخلية وعلى هذه الثقة. لك قيمة حقيقية من الداخل، وإن كان الخارج يظهر غير ذلك، ولكن أنت إذا تنظر بهذه العقلية فسوف لن تتأثر بأي شيء من الخارج. هناك نقطة أخرى أود التنويه عليها، وهي أنه يعني ليس فقط هذا الأمر ينطبق على نفسك، أنه أنت تقيم نفسك وتستمد قيمتك داخليا وليس من الخارج، ولكن أيضا المفروض أن نحن نراعي هذه النقطة عند نظر إلى الآخرين. فإذا كنا نتبنى منظور أنه الإنسان يستمد القيمة من الخارج، فعندما ننظر إلى الآخرين سوف أيضا نعطيهم قيمة ونقدرهم بحسب أشكالهم وبحسب ممتلكاتهم، ولكن إذا حاولنا النظر إلى داخل الإنسان والقيمة التي تمتلك الإنسان من الداخل، فسوف لن نتأثر كثيرا بالمظاهر الخارجية، وإن كانت هي مهمة في بعض الأحيان، لكن لا يجب أن تكون هي في الدرجة الأولى. أغلب الناس الذين خلدهم التاريخ، نحن لا نعلم ممتلكاتهم ولا نعلم في بعض الأحيان حتى أشكالهم وماذا كانوا يلبسون، بل بالعكس يعني أغلبهم يعني كانوا أقرب إلى الفقر منهم إلى الغنى، وأقرب إلى يعني ضعف الحال منه إلى تمكين. ولكن مع ذلك خلدت أسماءهم، وكلنا يعني نعرف في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاء إلى القدس، تفاجأ الناس ب ما كان يلبسه وما كان يركبه، ولكن القيمة موجودة، قيمة الداخلية موجودة، وهي التي خلدها التاريخ. وكذلك في علاقاتنا مع بعض، إذا كنت تنظر فقط إلى القيمة، إذا كنت تقيم الإنسان من ممتلكاته أو من شكله، فهذا سيضمحل، وبالتالي قيمته في نظرك ستضمحل مع الوقت، وعندما يكبر، عندما في بعض الأحيان يجوز يمر بظروف عسيرة. ولكن إذا كانت العلاقة الرجعية على التقييم الداخلي، وأنت تنظر ما وراء الشكل وما وراء الممتلكات، فهذا سيساعد العلاقة على أن تدوم، حتى إذا تغيرت ظروف الإنسان المقابل. ولكن إذا كنت تنظر إلى الجمال والروح، هذا لن يتغير، سيبقى الإنسان جميلا في داخله. هذا رأيي، والتوفيق يا رب للجميع، وإن شاء الله يدوم المحبة، ويجعل كل العلاقات علاقات مبنية على تقييمنا لبعض، تقييم
تقييم من الداخل وليس تقييم على المظاهر. صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذا طبعا أكيد لا يمنع أنه نجهد ونبذل ما في وسعنا لأن نبدو بمظهر جميل وأن نمتلك ما نستطيع بالحلال من الممتلكات الفارهة، ولكن هذا لا يجب أن يكون هو ما يمدنا بالقيمة. أنت تملك ما تريد، قول الحمد لله، وهي كلها من رب العالمين. وإذا في هذه الحالة راح يكون سواء عندك أنه فقدتها، وكلنا راح نفقد كل شيء في يوم من الأيام. كلنا جئنا من لا شيء وسنذهب إلى قبورنا مع لا شيء. ما بينا أحد راح يأخذ أمواله وممتلكاته وأولاده معه إلى القبر، بس راح تذهب فقط مع عملك الصالح. يا ربي إن شاء الله توفق الجميع ويعطيكم على المراتب وعلى الدرجات، ووفقنا جميعا لعمل الصالحات. السلام عليكم.